تأخذينني؟ أنت تسألين ألا ترين أننا في الحديقة؟ هيا تابع التمرين، تنفسي بشدة وتابع سيرك. لا لا أريد. إلى أين؟ تعالي معي. لا أريد متابعة السير. لن تمشي إذن، افعلي ما تشائين لأني لن أقضي النهار كله معك، ولكن احذري لا يمكن أن تعودي للنوم، سأعود بعد لحظات. ساعدني من أين؟ من أين؟ تيتون، هل تعرف أمك أني أنجبت؟ طبعا لابد أنها علمت، بابا كان هنا وانتظر ولادة الطفلة، وأتصور أنه أخبرها. ألم تتصل بك؟ ألم تتصل حتى لتهنئتك؟ لا، تعلمين أن أمي عنيدة جدا. لا داعي للقلق، سترين أنها ستأتي لترى الطفلة. إنها حفيدتها. طبعا لا تقلقي، سوف تأتي. إنها آتية، إنها آتية. من؟ الطفلة، جاءوا بالطفلة. يا إلهي، إنه خبر مفرح. أتيتكم بأجمل فتاة لنرى. دعيني أراها، دعيني، دعيني أراها عن قرب. إنها جميلة، إنها بالغة الجمال فعلا، تشبه اللوحة الفنية. انظري أنجليتا، كم تناسبها الملابس التي صنعتها لها. فعلا، وجواربها أيضا. إنها رائعة. إنها أجمل طفلة في الكون. حقا إنها طفلة جميلة. هل تأتي من أصابعها؟ يجب أن تكون أصابعها بخير، لأن هذه مسألة تثير القلق. لا، إنها بخير، إنها على ما يرام. دعيني أحملها لحظة من فضلك. أتركها لحظات قليلة معكم ثم أعود لأخذها. لنرى كم هي جميلة فعلا. انظروا ما أجمل طفلة. يا حياتي، دعيني أحملها على إسلينا. احمليها عزيزتي. تعالي على النهل، انتظري لحظة. احذري، احذري أجليتا، احذري كي لا تقع منك. كم هي جميلة حفيدتي، جميلة جدا. وأنا متى سأحمل طفلتي؟ أعطيها لأمها. هاتيها. أعطيها لأمها كي تحضنها أجليتا. جميلة، انظري لوسيتا. ولكن احذري حياتي، لأنه لا خبرة لك بعد، كما يجب ألا تبذلي جهدا، وأرى من الأفضل أن نتركها تنام. لا أريدها هكذا ملتصقة بي. أجليتا، تعالي كي نأكل شيئا. إيسولينا من فضلك، أحضرت بعض الأطعمة منتصف الليل وما زال الطعام هناك. لا لا لا، لن أكل شيئا، فأنا لا أشعر بالجوع. المرتبات ولا بد أيضا من شراء الأغراض اللازمة. إيسولينا، إيسولينا، لن أذهب. تعالي لنحضر المرتبات جداً. هيا ستأتين معي. إيسولينا لا أريد شيئا. أليس جميلة؟
إنها تشبهك. لا، انظر تشبهك أنت. بل تشبهنا، سوف تشبهنا معا، وسوف نحبها كثيرا كما نحب بعضنا ماريلوسا. لا لا تذهبي، ابقى جالسة هنا، لابد أن تكوني جديدة لأني لم أرك من قبل، خصوصا وأنك جميلة لا يمكن ألا أراك، وأنا أقضي الوقت بالدخول والخروج من هنا. أخبريني ما اسمك؟ غوادالوبي. غوادالوبي، واو. وأنا اسمي خيسوس سانتاندير الثالث، إنه اسم جميل صح؟ سميت على اسم جدي الأول، في كلية الحقوق التابعة للجامعة وضعوا له تمثالا كبيرا يحمل اسمه وسط ساحة كبيرة. تعلمين لما فعلوا ذلك؟ لأن المبنى قد أنشئ بالأموال التي قدمها جدي، أتفهمين؟ أخبريني، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ الكحول، المخدرات، ها؟ هاي، لا داعي للخجل، لا أحد يبقى هنا بدون سبب. ولكني أريد الرحيل، لابد أن أخرج من هذا المكان، يجب أن أرحل، لابد من الهرب. حسنا، اهدئي اهدئي، شعرت يوما مثلك، الأمر صعب عليك، ولكن مع الوقت ستأخذين على الأجواء أكثر. لا، يجب أن أخرج من هنا، يجب أن أذهب للبحث عن من؟ عن ابني. هل لديك ابن؟ لا، ضاع مني، ضاع مني. كيف ضاع منك؟ توفي؟ لا لا، إنهم خطفوه مني، خطفوه. ولكن في الحقيقة أنا لم أفهم بعد، يبدو الأمر معقدا، أوضحي لي أكثر، اشرحي لي الأمر، هيا. أشعر بالخوف. ممن؟ من هؤلاء الأشرار، من هؤلاء الأشرار، ومن وخصوصا من عمن تتحدثين؟ تحدث عن الوحوش، إنهم أيضا هنا، إنهم هنا. رائع جدا، أرى أنك بدأت تسترحين عند ذهابي، يبدو أنك لا ترغبين بالقيام بالتمارين، هيا أتيت لأخذك. مرحبا جليندا. خصوص سانتاندير الثالث، أنت تتمتع جيدا. وأنت أسري، اذهبي إلى غرفتك، تعرفين الطريق. إنها جميلة، أجمل امرأة رأيتها في حياتي. خيسوس، وأنت أيضا. هناك غيري؟ عزيزي، لدى هذه المرأة رجلان مجنونان بحبها. يمكن أن أكون الثالث، أليس اسمي سانتاندير الثالث؟ لا، الأفضل أن تنسى أمرها. بالمناسبة، لا تنسى جلسة العناية في 8:30. سأكون هناك. أخبريني، ما مشكلة هذه الفتاة؟ الإدمان؟ لا، إنها مجنونة، مجنونة كليا. هل أحسن كوكيتو التصرف؟ كان رائعا، إنه يشبه الملاك، لم نشعر بوجوده، لم يبكي إطلاقا، ولكنه يأكل، يأكل بنهم كبير، إذا استمر هكذا لا أعرف من سيتمكن من حمله بعد فترة. كوكيتو هذا طفل قوي، وكأنه رجل صغير، إنه يعرف جيدا كيف يتصرف، خصوصا وأن لديه الآن قريبة جديدة، لابد أنهما سيكبران معا، وهذا جميل أن يتربيا معا منذ الطفولة. فعلا هذا صحيح، لأن تربية الطفل الوحيد صعبة. مسكين كوكيتو، ليس له أحد في الدنيا إلا نحن، بل أعني نحن وشقيقتي، فهي والدته، ولكنها مشغولة دائما، ولهذا نربيه نحن. فهمت. أترين؟ ها هي البصارة ومعها الطفل.
الطفل الصغير. سيدتي كيف حالك؟ كيف تشعرين؟ أنا بأحسن حال شكرا، ولكن المشاكل في هذا المنزل على حالها. إنما لحسن الحظ أنك الآن بيننا لكي تخلصين من جميع التأثيرات الشريرة. يا إلهي، أي طفل جميل هذا، ونحن أردنا التعرف إليه. نعلم أنك وضعت يدك العطوف عليه، ولهذا فهو طفل محظوظ. إنه طفل جميل، يبدو كقطعة سكر من شدة جماله. إنه رائع كاتالينا، فعلا فعلا. إبنيرا كانت على حق، إنه كثير الشبه. عفوا، ماذا؟ لا 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 أبدا، كم هو جميل. أخبرني ما اسمه. كوكيتو، كوكيتو بايس. كفى حبيبي، بابي بابي، كفى كفى. فعلا، لأن اسمي أنا أولويو بايس، لكن جدتي كانت تسميني كوكيتو. طبعا الجميع اليوم يناديني تشيو. حسنا، وكيف تشعر الآن؟ هل تتعرض لأزمات أخرى؟ لا أشعر الآن أني بأحسن حال، صحتي أصبحت ممتازة. أسألك لأنك في المرة الماضية أتيت إلى هذا المنزل بوضع سيء جدا. أصبحت الآن بخير، تخلصت من كل شيء. أريدك أن تعذريني سيدتي البصارة، ولكن ما كان يجب أن تأتي بالطفل إلى هذا المنزل. انظري إلى حاله، فأنت تعرفين التأثيرات الشريرة. لقد ركبت مزيجا فعالا لزيارة المقبلة إلى هذا المنزل. المرة المقبلة سآتي مسلحة حتى أسناني. مرحبا، من هذا الطفل؟ إنه ابنهما، أتينا به معنا لأنه خلال حفلة الزفاف شعرت العروس بألام الولادة، مما أصاب أفراد العائلة بالتوتر، وألفريدو طلب أن نهتم به. ديانا، لم أتي إلى هنا من قبل لأني ظننت أن ذاك الرجل هنا. هل رحل أخيرا؟ لا، إنه في المكتبة، لأن أنطونيو اتصل بألفريدو ليتحدث معه. أشكرك على السماح لي بزيارتها. دكتور إنفانتي، زيارتك تخرج عن القاعدة. دكتور فرير تحدث معي وطلب مني أن أسمح لك بزيارتها. سأبقى خارج الغرفة، نادني إن لازم الأمر. شكرا جزيلا. غوادالوبي، هل تذكرينني؟ أليخاندرو، عرفتني إذن. يا إلهي، غير معقول، حالتك أفضل. من فضلك، لابد أن تساعدني، يجب أن تساعدني. ماذا أصابك؟ أشعر بالخوف أليخاندرو، بخوف شديد. ولماذا؟ لماذا؟ أخرجني من هنا أرجوك، أخرجني من هنا، أنجدني، أنقذني، يريدون قتلي. ماذا يفعل هذا البائس هنا؟ كيف تجرؤ على المجيء إلى منزلي مرة أخرى؟ من فضلك لويزا. أسكت أنت كارلوس. لويزا، ألفريدو أتى إلى هنا لمجرد أسكت أنا. أنت أنطونيو، أنا وحدي أستطيع التحدث هنا. تأكد أني كنت رغبة برؤيتك هكذا وجها لوجه، كي أقول لك أن تكون جاهزا. أيها المشؤوم، قمت بخيانتي وأردت يوما أن تحطمني. لويزا، من فضلك. وكما ترى، أبناء سامبرانو صنعوا من حديد، لا أحد يستطيع قهرنا، وخصوصا إذا كان من عائلة ميندوسا. لا تنظر إلي هكذا وكأني مجنونة، لست هكذا. وأبلغ أوليفيا بأني أكثر استعدادا وذكاء مما مضى، ولتجهز نفسها لمعركة حاسمة سوف أحطمها. لويزا، لا داعي لهذا الكلام، يجب أن تسكتي. أنت أيضا قمت بخيانة أنطونيو وسوف تدفع الثمن. عندما تملكين السلطة يمكن أن تهددي، لكنك لا تملكينها كما تعرفين. سأستعيدها،
وستحين تلك اللحظات وعندها كلكم ستعرفون من أكون. كلكم. كنت أظنها مصابة بالجنون. إنها تهدي أحيانا وتتصرف بهذه الطريقة. ألفريد أعذرها، إنها لا تعرف ما تفعل. كارلوس من فضلك، ألفريدو سيعرف الحقيقة، يجب أن يعرفها. لويزا استعادت عافيتها كما يبدو، ونحن بانتظار تقرير من الطبيب النفسي. وفي حال أن الدكتور فرير أثبت لنا أنها تتمتع بكامل قواها العقلية، إذن ماذا يحدث حينها؟ طالما استمر مرض غوادالوبي، لويزا ستعاود الإمساك بزمام المؤسسة، وأظن أن أول أوامرها سيكون طردي مباشرة. وعندها لن يتمكن أحد من كبح رغبتها بالانتقام. سبق أن صحّت عدة مرات في غرف أشخاص غرباء، مرة على كنبة أو على فراش، أحيانا بملابسي، وأخرى شبه عارية دون أن أعرف التاريخ أو الساعة. كنت أخاف السؤال، لكن ذلك اليوم كان أسوأ، لم أذكر شيئا أبدا. ماذا كنت أفعل أنا طوال تلك الساعات؟ ربما أشياء رهيبة، لم أكن أعرف شيئا. أذكر أني رأيت نافذة مفتوحة على الفراغ، ومجرد حل سهل ونهاية لكل شيء. أذكر أني رأيت في تلك المناسبة كل تلك السنوات الضائعة التي كنت فيها أسيرة إدماني، وأتساءل كيف استطعت الاحتمال، كيف تمكنت من العيش، كيف استطاع دماغي وجسدي التحمل. وعندما قررت الإمساك بزمام الأمور، بحثت عن السعادة فوجدتها، وكان الأشخاص الذين اخترتهم جاهزين لمساعدتي في أخذ الخطوة الأولى نحو استعادة قواي. كانوا يعرفون ما يفعلونه ليخلصوني من الإدمان الذي كان يبتلعني أثناء شعوري بالكآبة. واحتجت لكثير من قوة الإرادة، لا أظن أني شفيت تماما، وما زلت أكافح وأتوقع تخلص يوما ما من الرغبة بالوقوع في تجربة المخدرات الأليمة مرة أخرى. هذا كل ما أستطيع أن أقوله. جيد جيد، حالة مشوقة جدا. كلماتها دون شك تعني حافزا كبيرا وخطا يتبعه كل الموجودين معنا اليوم، لأنها تعني أن المرء مهما ساءت حالته هناك أمل يتمسك به. إحدى مريضاتي وهي أسيرة التشاؤم كانت تقول: دكتور، لا أستطيع الاستمرار، أريد أن أقف ولا أستطيع. وكنت أجيبها: بل يمكنك، طالما أننا نريد شيئا ما بصدق تام نتمكن. ولهذا نحن هنا كي نساعدكم في مهمتكم. حسنا، هل أحد يريد التحدث؟ أنا. حسنا، حدثت لي أشياء كثيرة. والدتي لم تمنحني العطف، وتعرضت لمشاكل كثيرة. تعرضت لحادث، ولهذا السبب لجأت. لا تبحثي عن المبررات دانييلا، هذه واحدة من مزايا البرنامج. يجب أن نترك التحامل خارجا والإشفاق على الذات أيضا. اللجوء إلى المخدرات أو الكحول لا يبرر أبدا أي مشكلة. لا سيدي، لا أريد أن أبرر لنفسي، أريدكم ببساطة أن تفهموني كي تعلموا بأني ضحية أخرى، وأن لا تظلموني. أريدكم أن تفهموني وأن تساعدوني.
حبي لا تفكري بهذه الأمور، يجب أن تنزعيها من تفكيري. لا لا، إنها الحقيقة، الحقيقة، يريدون قتلي. لا 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 لوبي، ليس صحيحا، لا يمكن، لا يمكن. حياتي اسمعي ما أقوله، أنت مريضة ولهذا أتينا بك إلى هذا المكان، ومن الطبيعي أن تشعري هنا بما يشبه عدم اليقين وتشعري بالخوف، ولكن اسمعي جيدا حياتي، لا أحد يريد إذائك هنا أبدا. إنها الحقيقة، إنها 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 ولكن تلك المرأة. عما تتحدثين؟ من تقصدين؟ هاتين المرأتين، المرأتين فعلا. لا 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 لا، لا يمكن عزيزتي، ليس صحيحا، أنت مخطئة، ليس صحيحا، أنت مخطئة. لا بلى، سمعتهم، سمعتهم، كنت أتظاهر بأني نائمة، سمعتهم. لا، كانوا يخططون لتخلصي مني. لا، يريدون حياتي، كان مجرد حلم مزعج، كان كابوس. لا 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 لا، إنهم يريدون قتلي، يسعون لموتي، إنهم يريدون قتلي، قتلي، ويسيئون معاملتي ويعطوني أشياء لأسرفهم ويربطونني. لا يفعلون ذلك عن سرية وذلك، لا يفعلون ذلك عن سرية. إنه جزء من العلاج حياتي، إنه جزء من العلاج. إنهم يبرمونني، يريدون قتلي، ساعدني، يجب أن تساعدني من فضلك، يجب أن تساعدني. إنهم يؤذونني، يسببون لي الأذى، ويريدون موتي، يريدون قتلي. أخرجني من هنا من فضلك، أخرجني من هنا، أنقذني أرجوك، أخرجني من هنا، يجب أن تخرجني من هنا، صدقني من فضلك، صدقني لأني أقول الحقيقة. حسنا حسنا، لا بأس، اهدأ، لا تتركني بين أيديهما، لا بأس، لا بأس، اهدأ، لا تتركني بين أيديهما، أخرجني معك، يجب أن تخرجني من هنا، ساعدني. قالت الممرضة إنها متوترة وتقول إنها ساعدني دكتور إنفانتي، فالأمر عاجل. ماذا؟ يجب أن تخرجني من هنا. زوجتك تتعرض لأزمة. ماذا؟ وأخذناها إلى مكتب الممرضة ركاب، من فضلك اذهب إليها. حسنا، يجب أن أذهب من هنا، أرجوك، من فضلك ساعديها جليندا، أوكي ساعديها. سمعتك، تعلمين عزيزتي إن لسانك هذا طويل جدا، وإذا عدت لتكرري ما كنت تقولينه للتو فيما بعد وعندما يذهبون، سوف أقوم بنفسي بما يجعلك تعيشين أسوأ ليلة في حياتك. كيف تشعرين حياتي؟ هل تشعرين بالهدوء الآن؟ أليخاندرو، أليخاندرو، ناديه من فضلك، أريد حسنا حياتي في الحال، كفى كفى كفى، ذهب الإبلاغ بالأمر، يجب أن تهدئي قليلا، اهدئي، لن يسره أن يراك هكذا، اهدئي. لنرى، ما هذه الدموع؟ أليخاندرو، كفى 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 حبيبتي، ماذا حدث؟ الدكتور فرير طلب منها التحدث فتعرضت لأزمة نفسية، وهذا الأمر يحدث غالبا في بادئ الأمر. كفى حبيبتي، يجب أن تهدئي، أنا معك حبيبتي، اسمعيني، لا تتصرفي هكذا، سمعت بنفسك ممرضة ركال، ما حدث لك اليوم أمر طبيعي، يجب ألا تعطيه أهمية، سوف تعتدين على ذلك. صحيح صحيح، وأنا أعدك بأني في المرة المقبلة سأكون أفضل، سأبذل جهدا. نعم أعرف ذلك يا حياتي، أعرف، سوف أستمر بالعلاج وسأفعل كل ما يطلبونه مني بكل تأكيد، وسوف أشفى أليخاندرو، أعدك بأني سأشفى. كم هي رائعة، بهذه الإرادة لابد أنك ستتحسنين في وقت قريب. حسنا، كيف حالها؟ انتهى التوتر دكتور، انظر أخذت تهدأ الآن. أنا آسف دكتور فرير. لا 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 داعي للقلق، على الرغم من ذلك كانت تصرفها عاديا، كانت شجاعة، تحدثت عن مشاكلها، وفي الختام أعصابها لم تحتمل، لكن هذا طبيعي. أعتذر، هل أنتم بحاجة إلي؟ لا جليندا، كل شيء بخير، شكرا. عفوا، وبالمناسبة وجدت غوادالوبي بحالة محزنة، من فضلك. هذا صحيح دكتور إنفانتي، أثناء الليل أحيانا تفقد السكينة، ولكنها الآن عادت للنوم كي تستريح، فكما تعرف يجب أن نعاملها بكثير من الحنان كما تعامل الأم ابنتها. دكتور، هل أستطيع التحدث معك على انفراد؟ طبعا مؤكد، من فضلك. نعم طبعا طبعا، أستأذنكم، وداعا يا طفلتي، سوف ننتظرك هنا قريبا. طاب مساؤكم. طاب مساؤك.
نعم أليخاندرو، ماذا هناك؟ دكتور، أشعر ببعض القلق. غوادالوبي تتحدث بأمور، أخبرتني أنهم يسوؤون معاملتها ويعاقبونها، يربطونها ويضربونها. قالت أيضا أنهم يريدون قتلها. طبعا هذا الأخير يبدو جنونيا، ولكن ماذا عن البقية دكتور؟ تعلم أن هذه مؤسسة جادة، وأنا أمنح الثقة الكاملة لموظفيها. حسنا، لا بأس دكتور، أعذرني لأني أشكك بهما، ولكن شعرت للحظة أن الممرضتين كانت تسيئان إليها وتستغلان ضعفها لأنها ضعيفة. لا أليخاندرو، إن كنت تعني الممرضة ركال فليست هكذا، إنها امرأة حنونة كانت تواسيني وتحسن معاملتي دكتور. لا بأس دانيلا، لا بأس، ولكني تأثرت كثيرا. غوادالوبي كانت متعبة جدا، يسيطر عليها الحزن والكآبة وتطلب أن أخرجها من هنا. اسمع أليخاندرو، دعني أشرح لك ما يحدث. أن تلك الفتاة غوادالوبي ضمن حالتها هذه ابتدعت لنفسها عالما خاصا تخلط فيه بين مأساتها والأشرار، وهي تربط هؤلاء الأشرار بالرجل الذي أنجبت منه طفلها. لا فيوليتا، كفى من فضلك، لا أريد أن أستمر بالشجار معك. لكن ماما. اسمعي يا ابنتي، يؤسفني أن ما فعلته سبب لك كل هذا الحزن، لكن أنبهك إلى أن لكل شيء حدوده. ودعيني أوضح لك أيضا أن اسم العائلة لا يبني أي إنسان كما تعلمين، وأن تحملي في عروقك دم عائلة سامبرانو لا يجعلك أحسن ولا أسوأ. المهم هي الفضائل والذكاء أيضا بجانب الشرف وأشياء أخرى لا علاقة لها بالموضوع الأول. صح ماما، ولكن وما سأقوله أيضا، إن كان هناك شخص في هذه العائلة أعترف له بفضيلة حقيقية واحدة فهي غوادالوبي، لأنها تعرف أن أمها كانت تولي مجرد خادمة ولم تشعر يوما بالخجل منها. أرجوك دعيني أتكلم. ولا أنا أيضا أخجل من كوني خادمة هنا، إنه عمل متواضع ولكنه شريف. أمضيت حياتي كلها وأنا أرفع جبيني عاليا، ولم يتمكن أحد من لومي على ما أفعله. ولكن ماما، سوى أني تعرضت لما أصابني على يد من كان والدك. إنما لا تظني أني كنت المذنبة، لأن المتوحش استباحني بالقوة. لم أشأ أن أخبرك قبلا، أما الآن فتعرفين. فيما تبقى كانت تصرفاتي دائما لا عيب فيها، ولم أفكر يوما أن ابنتي أنا ستشعر بالخجل من أن يعلم أحد بأني أمها. لم أتصور يوما أن تلوميني هكذا. ماما لا أريد الكلام معك كي ألومك أبدا، بل كي أطلب العفو منك ماما. لم أشأ أن أجرحك، أنت أكثر من أحب في الكون ماما، سامحيني. كفى يا ابنتي، كفى، لا تبكي. كنت عمياء ماما، أثرني حب ويلي وفقدت الصواب، ولكن ماما سامحيني من فضلك، أتوسل إليك سامحيني. سيدتي، سيدتي من فضلك، من فضلك سيدتي تناولي فطورك. لست أحدا لتناقش صحة أوامري، يجب أن يتم التوظيف كما أقول وانتهى الأمر. لست أحدا لتعارض ما أقرره بنفسي، تذكر أنك مجرد موظف، وإذا أردت الاحتفاظ بعملك فمن الأفضل أن تطيع أوامري، وليكن في الحال. أنا لا أدفع لك راتبك لتفكر، بل لتنفذ ما أمرك به. تابع التوظيف في أمريكا اللاتينية، لا يهم أنهم أطاحوا برئيسهم ولا أن لا تشرح لي الأسباب، من فضلك تابع التوظيف بلا جدال. طبعا أنا متأكدة من أن هذا البلد سيستعيد قواه. لماذا؟ لأني أعرف هذا الشعب سيدي، فهو يعمل ويبذل جهده. هذا يكفي، لا أريد الاستمرار بإضاعة الوقت معك. مغفل. أي بلد لويزا؟ في المونوبولي لا يوجد رئيس، هناك فقط سكك حديدية وفنادق وممتلكات. ولكن سيدة لويزا من فضلك، لماذا جئت بالعصير؟ لا أريده لأنه عصير إجاص. ماذا يحدث هنا؟ لما هذا الصراخ؟ أسكت كارلوس لأني مشغولة جدا. نعم،
نعم، اتصل بالمسؤول. لويزا، لويزا، إنه موعدنا مع الدكتور فرير لنسرع، هيا تحركي. هل تظنني نسيته كارلوس؟ أنا أهتم بهذه الفحوص أكثر من أي شخص كان. سأثبت للجميع أنني لست مجنونة. كما أنك وصلت متأخرا، إنها 8:30. نعم، هذا ما يقوله؟ حسنا، قل له لا بأس، بقي له فترة وجيزة في شركتي ليبدأ البحث عن وظيفة أخرى. لويزا، أنطونيو اتصل منذ لحظات يقول إنه آت، أرجوك بسرعة. لا أرى سببا لوجود أنطونيو معنا أثناء فحوصي. هيا لويزا، أرجوك أسرعي. سيدتي، لماذا لا تنتهزين الفرصة وتأكلين شيئا؟ ذهبوا وتركوني وحدي كالمعتاد. ساتبو، لماذا يعجب هذا الكرسي عائلة سامبرانو؟ ها بح أنيبال، إسكيال، لويزا، غوادالوبي، لما لا نجرب؟ بماذا نشعر هنا؟ ها؟ هيا لنرى. أنت أولا، هيا هكذا. الآن جاء دوري. دوري. هكذا. كم هو مريح، صح؟ لحظة ساتي. لنرى. لحظة لأرى. ألو، نعم، هنا المنزل. اتصلت منذ لحظات. كيف أليست مبالغ كبيرة؟ لا، ألغي هذه التوظيفة. لا، افعل حرفيا ما اقوله لك. وبهذه الملايين يجب ان تشتري سكك الحديد. قلت لك سكك الحديد. هل انت عصام؟ لا ابدا، ليس هذا جنونا. لا، يجب ان تشتري سكك الحديد. تذكر جيدا، انها اوامري. سيدة دلفينا، هل تلقيت المكالمة الأخيرة؟ هذا صحيح. ممن كانت؟ من ابن إسكيال. ظن أنه سيخدعني، لكنه لم يستطع. أنت متأكدة سيدة دلفينا؟ فعلا يا ابنتي، إنه يتصل بين الحين والآخر ليمازحني، يظن أنه يخدعني. لا.